عليكم، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج غسان 24. شحال هادي وحنا كنشوفوا التصاور ديال البرلمانيين ناعسين، تنقولوا علاش، كيفاش، واش ما كيديروش خدمتهم ولا شنو واقع. هادشي اللي غادي نشوفوا في الحلقة ديال اليوم، خليكم معنا. تنسولوا على لا لا تنكذبوا عليك، لا لا. شوف البرلمانيين تينعسوا في البرلمان، الله يديهم. شنو بغيت تقول لهم؟ ياك الله يديهم. واش نقول لك؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوه. تصلي تصلي ولا شنو؟ الله يتقبل، الله يتقبل. كاين ناس ناعسة ياك في موريتانيا ينعسوا البرلمانيين؟ لا لا ما عندكمش برلماني؟ عندنا برلمان. عندكم برلمان؟ ايه عندنا برلمان. وينعسوا؟ لا ما ينعسوا. علاش ما ينعسوش؟ دوك الناس اللي تينعسوا في جهه البرلمان خاص يديروا مع شي حل. كاين بنادم اللي تيخدم كان لي خدام كان عنده شي وظيفه ما تيقبلوش، فهمتي؟ علاش كتهضري انت؟ علاش؟ مش على حسب الخدمه ولا شنو؟ لا على حسب شوماج. الناس اللي كينعسوا داك الشغل. عندك اختي عندك اسمح لنا تنصور خاطر سمحوا لي. شكرا. دوك الناس اللي كينعسوا في البرلمان اش نقول لك؟ كاينه بزاف ما تيحضروش. كاين الغياب وكاينين النعاسه. واحد برلماني جاي من وجده. فين هو؟ مثلا جاي من وجدة. ايوا وين وينكم ما تصوتش عليهم؟ صافي تا خليها بيناتنا. كتصوت انت؟ لا لا تنتصوت بطبيعة الحال. كتصور؟ لا ماشي واش كتصور، كتصوت. تصوت تنتصوت عليهم. تصوت بشحال؟ زعما انت اسمح لي بعض المرات تتصوت نهار الحد كتصوت؟ السبت لا جات بالسبت كتصوت. حركة مزيان مزيان. يا مان سوسي اك لو سبور اك لا بوليتيك. سي فغي؟ باي سي ميون. وي سي فغي سي فغي سي ميون. ميرسي ميرسي. او غوفوار شارلي. وي الدراري شحال في عمرهم؟ 8 سنين 13 عام. وعلاش؟ نعم اللي بغي. سلام سلام سلام. السلام عليكم. في دراسة في الجابون تقول بلي اللي موظفين لازم ينعسوا في الجابون يعطيهم قيلولة نص ساعة باش يكون المردودية. هذه الدراسة هي اللي نعملها احنا في المغرب هنا، هنا البرلمانيين ديالنا احنا يديروا قيلولة في وسط البرلمان باش ينوض حار يقول لا ولكن ويدافع على حقوق المواطن. هذه سياسة لازم ديروها انتم في موريتانيا. تتوقع واحد القضية ان كندخلوا البرلمان كنشوفوا شي وحدين تيقراو من الورقة ولا كيتهجاو ولا بحال آخر مرة شفت أنا غلط في الورقة. راه تيكتبوا لهم الأسئلة في باليما. هاي والله. شنو هما العقوبات اللي تبغي انت يديروا للبرلمانيين الى غيبوا البرلمانيين ولا الى نعسوا؟ يجريوا عليه من الاخر. كيصور الاخ. رساله للبرلمانيين اللي كيناسوا في البرلمان. عندي بالك انت بان تنعسوا في البرلمان. سولنا الناس على هذا الموضوع ولكن اجي علاش ما ندخلوش البرلمان ونسولوا البرلمانيين؟ ها يلا ندخلوا البرلمان. السلام عليكم. هذا هو البرلمان. حنايا في الرواق ديال البرلمان وهاد الاخوان اللي غاديين قدامنا هما كاملين اساتذه برلمانيين. هادو دروج البرلمان. البرلمانيين نسولو ملي لقينا شي واحد يقولنا علاش ما كيناسوش وعلاش كيجيهم الناس في البرلمان مره مره. خليكم معنا غادي نلقاو شي برلماني من دابا شويه. فين هو لاسونسيغ؟ كنقلبو دابا على السيد عيدعا باش نسولوه على السؤال ديال الحلقه ديالنا مجموعه العمل التقدم. يعني السيد عيدعا كاين هنايا. السلام عليكم. اهلا سيد عيد عصابة. كلشي مزيان بخير؟ حول طيبه الله يبارك. قبيله وانا كنقلب عليك في البرلمان كامل. اياه راح تتغداو لتحت. ما انا ما عيطوا ليش. شوفوا شي مره البرلمانيين تيجيهم الناس في البرلمان بغينا نعرفوا علاش. حيت البرلمان كله ناس. غير هذاك النعاس اولا بعد هو استثناء ليس هو الاصل، لان عموما البرلمانيين تيكونوا متوقظين وحريصين على المتابعه والمشاركه والتفاعل مع ما هو مطروح داخل الجلسه العامه. الاناره نتاع البرلمان كتبت ما هي بيضاء بزاف كتعمي في العينين الناس يسدوا عينيهم. كاين بعض الصحفيين اللي ما كيتسنى غير هذاك تيسد عينيه عاد يضرب شاك 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 يضرب. كاين تقنيه نتاع التصاور لانه تتدارك وتبينوا بانه ناس، وكاين اللي تيحس بانه كاين الامان في البرلمان وكاين ناس.
على الناس اللي كاينين في البرلمان بغينا نعرفهم شنو من الاسباب اللي هذه فقط واحد الصوره نمطيه كنعطي واحد البرلمان بانه كينعسوا. لا عيط ما كنعسوش في البرلمان كاع تمره تمره ما كتنعس كنتحدى انا لقيت شي تواره بشي مره نعسه. هذو الثلثين او اكثر ياتي من مناطق بعيده تيجي وتاتي بوسائل النقل مختلفه نعم انا ترى ما كاينش برلمان كيجيو في حافلات كاين بعض النواب اللي تيجيو في الحافله انا شخصيا اعرف بعض النائبات وبعض النواب اللي تيجيو تبارك الله هذه بادره زوينه نعم تيجيو في الحافلات تيجيو في السيارات الخصوصيه تاكسي كبير لا كل ناخب شاف باللي البرلماني ديالو كاين يسمعوا شي صوت عليه ما يصوت صافي هادشي اللي سهل راه جاي انتخابات دوك الناس اللي شافوه منعسوا كيجيو رساله اللي كان شي واحد ناعس ما تصوتوش عليه مره اخرى ناس هاد الدوره ما يطلعش الدوره اللي فاتت صافي معمر جاك الناس في البرلمان دابا حيت انا معك عاد جاني الناس العيالات علاش ما تجي الناس زعما في البرلمان العيالات حيت العيالات دائما حتى واقفين في ديورهم في مع عائلتهم واخدين الامور بجديه مسؤوليه بجديه كيشتغلوا كيجيو كيأديو المهام ديالهم كما ينبغي. انت بعدا ما عمرو وقع لك انك عييتي؟ طبعا توقع لي علاش ما توقعش لي؟ كي انت تقاوم الناس؟ ايوا تنقاوم واخا كنت في السياقه ممكن بعض المرات نكون في السياقه تجي. هذه فكره زوينه البرلمان راك بحال كتسوق خاصك ما تنعش هذا غير اللي ناعس ما شتي اللي تينفح؟ لا انا ما شتيش راه كاينه واحد الصوره كاينه شي واحد تينفح كاع شفتها؟ هذا هو تيبان لي دابا عرفنا علاش البرلمانيين كينعسوا في البرلمان. المهم سالينا بقى في الحال ما تغديتش معاهم كانوا شي عند تبارك الله قداش الا بغيتوا تبقاو معنا ما تنساوش ديروا ابوني لاشين باي باي السلام عليكم.